واحد الاخ سولني قال لي اخاي سيمو واحد القضيه، واش ملي كدوي لنا على دولار كدوي لنا على الشهر الاول نديرو دولار واحد واش كدوي بنيتك ولا كضحك عليه؟ انا عاود الاخوان اللي ما تيكونوش معنا ما كانوش في هذا اللايف هذا ولا ما سمعوش في ستوري اخرى، كاع الناس اللي كيبغيو يبداو الخدمه في الانترنت اش كنقول لهم؟ تنقول لهم هاد التاكتيك اللي خدام ليك لازم تمشي بيه بعيد ان شاء الله. في الاول غادي تحط واحد 3 شهور غادي تتعلم داكشي اللي باغي، 3 شهور شوف اشنو عجبك، عجبك ريسكين والشهر الاول كاع سير طلع اليوم كامل عارف اشنو طاري، شوف الريسكين شوف ايباي شوف شوف ادسنس شوف شوبيفاي شوف 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 داكشي كامل. شهرين اللي من بعدها تخصص في شي مجال وجلس قرا عليه مزيان وكذا، من بعدها تبدا الخدمه، يعني 3 شهور غادي تجلس تقرا. راه الناس باش يولي انجينيور كيمشي يقرا 5 سنين، باش يولي طبيب كيقرا 7 سنين، باش يولي اللي بغى يولي تيمشي يقرا واحد السنين، لا بغى يولي دكتوره راه تيمشي يقرا واحد السنين بزاف، يعني فهمتي؟ يعني انا راه قلت لك سير قرايه 3 شهور، الا ما شفتي 3 شهور بزاف كذا يعني انت ما ضفكر مفقود فيك الامل بلا ما نضيع معاك الوقت، فهمتي؟ غنزيد نكمل الهضره. ماشي نجاملك الواقع هو هذا، غتمشي تقرا واحد 3 شهور على داك الشيء وغادي تبدا. والشهر الاول الشهر الاول تخلي التارجت ديالك هو واحد الدولار، يعني 10 دراهم. غتمشي تخدم الشهر الاول كامل تقول التارجت ديالي انا بهاد الخدمه هادي كامله هو باغي ندير 10 دراهم، الشهر الثاني باغي ندير 20 درهم اللي هي 2 دولار، الشهر الثالث 4 دولار، الشهر الرابع 8 دولار، الشهر اللي بعده 16 دولار، الشهر اللي بعده 32 دولار، بقى تضرب في جوج بقى تضرب في جوج بقى تضرب في جوج، ياك هادشي صغير بزاف، ملي توصل بعد 12 شهر اللي هي عام اللي تلقى راسك راك فتي 1000 دولار، فتي 1000 دولار يعني راك فتي مليون في الشهر، يعني الا هو هادشي جو سوي سور لا درتي غادي توصل لهاد المبلغ هذا، جو سوي سور لا درتي هادشي غادي توصل لهاد المبلغ هذا، واحتمال انك تفوتو كبير بزاف غادي تفوت هادشي. يعني عام و 3 شهور غادي تولي كتخلص، عام و 3 شهور غاتولي كتخلص، غادي تولي تدخل اكثر من واحد المليون الا مشيتي درتي هادشي اللي كنقول لك. ولكن العقليه المضافاكر زعما شنو هي لا باغي نوصل بالزربه لا واش كاين شي طريق مختصر، اسمعني الله يرضي عليك، عام و 3 شهور غادي تولي توصل لهاد المبلغ هذا، ما تبقاش غادي تمشي تضرب في جوج. المهم نقول حنا وصلتي لهاد المبلغ هذا بعد عام، عرفتي شنو غادي يطرى لك الا مشيتي حطيتي مثلا الشهر الاول 500 دولار وواخا تجيب 20 دولار غادي تمشي تخوي في حالك، لان تبان لك 20 دولار ماشي شي حاجه، علاه كنقول لك ما تخليش الاهداف ديالك كبيره، وانت راك داخل في واحد الليرنينغ بروسيس، يعني في واحد المرحله ديال التعلم، يعني عام و 3 شهور كامله مرحله ديال التعلم، واخا توصل داك مليون في الشهر وجو سوي سور غادي تفوتو، الا درتي هادشي اللي كنقول لك جو سوي سور غادي تفوتو، هي مرحله ديال التعلم، على حقيقه راه انجينيور في ديك البلاد عندنا راه تيقرا 5 سنين باش يخرج يخدم ب 5500 درهم. 5 سنين وانجينيور راه الشخص اللي دماغ احسن مني واحسن منك واحسن من 99.99 ديال اللي كيتفرجوا فيا دابا، انجينيور راه دماغ، انجينيور راه واحد السيد كراد، لان انا ما يمكنش نكون انجينيور لان انا جبت 10.06 اشنو جي اهلني انا باش نكون انجينيور، فهمتي؟ يعني اصلا غير مثلا غادي ندفع ليكول ديال الانجينيوري ماشي اللي زاد الطونت، اصلا خاصهم يسبوا لي الواليدي فهمتي، خاصهم يصيفطوا لي شي برا ردينا يقول لي فهمتي ديال الشاشه، لان اهانه اصلا نمشي دفعت لهم ب 10.06، يعني انجينيور واحد السيد اللي هو قراي وكراد وكيطير ودوز عامين ديال الكلاس بريبا ودوز من وراء 3 سنين وزيد وتلقى ضرب مثلا واحد 6 موا ديال ستاج وكدا وكتب ليه رابور وتصادع خرج وخدم 5500، ما تبقاش تستهان الاخ بالحياه، مابقاش تستهان وقدر عباد الله، قدر عباد الله راهم حسن منا، راه ما عندهمش التوجيه الصحيح، راهم حسن منا بزاف، راه ما عندهمش التوجيه الصحيح، دوك الدراري دماغ ما عندهمش التوجيه الصحيح، ما عادش نضيمو معاهم، تيخرج مسكين تيخدم ب 5500 درهم، نتا دابا ملي كنجي كنقول لك ضرب هاد العام و 3 شهور بروسيس ديال في نفس الوقت ديال الخدمه ومن بعد غادي تخدم بواحد من بعد غادي تلقى راسك كدير واحد 1000 دولار للفوق. ولا صاحبي راه قالوا لنا هادشي ساهل، لا كذبوا عليك الا ما ضفاكر، كذبوا عليك اصاحبي، ماشي ساهل، هادشي تيبغي تعلم، ماشي شفتي مثلا كيما واحد المثال تيقولوا بلال ديما وشي عجبني، قالوا لك راه الصباغه فيها الفلوس مثلا 6 صباغات فيها الفلوس غادي تمشي تجي تجري غادي تهز طلوشيطه وتجي تصبغ، راه ما عادش تجي تصبغ، راه غادي تجي غادي يجدك من الدار غادي يجيب لك الامين ديال الصباغه
ويجي لك شي غرامه ماليه، لان اصلا غادي تبسخ ليه الطاره صاحبي، راه ماشي ساهله تصباغ تا صاحبي، خاصك تجلس وتعلم تصباغ، واخا قالوا لك فيها الفلوس خاصك تجلس تعلم. على حقيقه هذا الشيء ولا دار واحد السيبه ديال كل شيء، ولا بغى ينقز وكل شيء بغى يدير كل شيء. حتى انا عايل انترنت اصاحبي هذيك العجل، حتى انا باغي ندخل فين غادي ندخل اصاحبي، فين غادي ندخل؟ عيب شويه، كل شيء غادي يدخل ان شاء الله. ما جويه الدراري ثلاث شهور الاولى جيت جلست تعلم، وجيت جلست حط التارجت ديالك 10 درهم 20 درهم 40 درهم 80 درهم 160 درهم 320 درهم، وانت طالع ضرب في جوج ضرب في جوج ضرب في جوج، في الاخر العام جيت تلقى فيه 10000 درهم ضرب في جوج ضرب في جوج، وراه جو سوي السوري قدرت الشهر الثالث ولا الرابع قدرت تفوت 10000 درهم، وراه داروها بزاف الدراري. ولكن الا جيتي حاط من الاول الشهر الاول باغي ندير مليون، لان داك خونا قال لنا دار 100 مليون، لان انت تتقار راسك مع شي واحد اللي قديم في الحرفه هنا، هذاك خونا صاحبي دار 100 مليون في الشهر با 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 با، حتى انا غادي نبدا الخدمه، غنبدا الخدمه الشهر شحال اليوم؟ اليوم 7 في الشهر 7، حنا دخلات عندنا 7 الاخوان، شنو غادي يقول لي اليومين 6 7 خيتي المغرب 6 السوايع، المهم دخلات اليوم 7 في الشهر 7 في شهر 8 ان شاء الله نكون محضر واحد المليون هو القليل، ما تحضروش. والمشكله اللي طرا لك هي اللي حطيت واحد التارجت اللي ما تقدرش عليه، المشكله اللي طرا لك هي اللي تحطم وتجي تخوي السوق، ما تجيش تكمل وتجي تمشي بعدا تبقى تنقر وتجي تدخل في واحد الحاله ديال الاكتئاب. وهادشي اللي كيطرى للاخوان ديما، ملي كنقول ليه دير 10 درهم يقدر 10 درهم ترابع السيمانه، وتجي تفرح تقول واي، وهاد الشعور هذا لصالحك انك تمشي تكمل، ماشي الشعور ديال يقدر لحتى شي مليون، يقدر تدخل مثلا 500 درهم، قلت انت تبغي تجيب مليون في الاخر الشهر لقيت راسك مدخل 500 درهم، اشنو غادي دير زعما؟ تفرح؟ لا ما تفرحش، لان التارجيت ديالك والقانون اللي حطيته مع راسك هو الاخر ديال الشهر شهر نهار 7 في الشهر الجاي خاص يكون عندك مليون، انت عندك 500 درهم غتبدا ترجع تقارن 500 درهم اصاحبي 100 مليون اصاحبي، انا باغي انا كنت باغي انا غير مليون، انا كنت انا باغي غير مليون اصاحبي، 500 درهم اصاحبي انا تبدلت انا على انت ما دفكر اصلا ديك ال 500 درهم ما تستاهلهاش حتى هي، فهمتي؟ واك ما تبغيش اللي يقول لك هاد الهضره هادي، فهمتي؟ هذا هو الواقع، لان الواقع قرر راسك مع شي ناس اخرين واحترمو، راه كاين واحد الانجينيور اللي كيقرا 5 سنين اللي هو قراي وكراد وقضالبك، ماشي زعما ديك 5 سنين في القرايه، لا راه حياته كامله كان تيقرا، راه اصلا جاب في السانكيام مزيان وجاب في السيزيام مزيان وجاب في الباك مزيان، هي اللي خلاته يدوز ليكول ديال الانجينيور، وعاد قرا عامين في الكلاس بريبا عاد داز عاوتاني يقرا تمايا، وهاد السيد هذا اللي هو سنين هو كيتقاتل غادي يتخرج وغادي يخدم ب 5500، وانت غادي تجي دير لنا انا 500 درهم، اصلا هو ما خداش 500 درهم، اصلا هو ديك السنين كامله اللي كان تيقرا كان كيديبلاصا من جيبو كان تيتقاتل من جيبو، فهمتي؟ ما كانش كياخذ ديك 500 درهم ما كانش كياخذ، عليها كنقول لك شويه الواقعيه، وراه ديك الهضره اللي كنقول راه صحيح، واللي دار بها راه غادي يمشي بعيد. وديجا الاخوان تيصيفطوا لي خويا سيمو مشيت بغيت نخدم على 10 درهم حتى انا الشهر الاول، وكنت حاط التارجت ديال 10 درهم، وراني فعلا درت 1200 درهم، درت 120 دولار مزيان، غادي يبقى في جميع الحالات فرحان. الا الشهر اللي بعد منه كاع دار حتى 60 غيبقى فرحان، الشهر اللي بعد منه دار الشهر الثالث الا نزل حتى 20 غادي يبقى فرحان، لان التارجت الشهر الثالث هو 4، لان انت في واحد ليرنينغ بروسيس، انت كتعلم، انت ماشي باغي تدخل الفلوس، ولكن كلشي ولا عندنا في هذا المجال جايين ليه ذاك النوعيه بزاف جات لي ديك النوعيه بزاف ديال وانا كنموت وانا والدي الصاد. هذا الفيلم هذا صاحبي راه يجي مرضنا صاحبي، هذا الفيلم هذا ماشي يخليك تخدم وتنوض مع الخمسه الصباح وتقاتل، هاد تتموت غادي تمشي تخدم شي خدمه عاديه كما كيخدموا الناس العاديين، غاتمشي كتموت والديك تيعاني وفريمون غادي تمشي تخدم بشي 50 درهم في النهار، وغادي تقابل هاد الخدمه هادي بالليل، الا هادي والديك تيعاني وغاتمشي تقاتل بشي 50 ولا 100 درهم في النهار، ولا شي خدمه ما عرفتش في سونتر دابيل ولا شي حاجه، وغادي تدوك الفلوس باش توكل والديك، فهمتي؟ راه دوك الفلوس كاع انت باغي تاكل وتعيش وصافي. المهم ما ندخلوش في هادشي بزاف، لان فهمتي تنحاول نعطيك واحد الفاكين مايند سيت اللي ما تبقاش، لان هاد الهضره هادي ديال كنموت وكنعاني كدا ماشي زعما هي باش غادي تربح، زعما ماشي زعما راه الا قلتيها لنا غادي تربح، زعما بحال ما تبغيش نقول عشان هضره اخرى، زعما الا جيت دخلت لهاد الطومين هذا وقلت له انا راني كنموت غادي يستربيو لي الفلوس، تقول لي صبر 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 صافي راه كيموت، حل المجرى حل المجرى عطيه صاد، شكون اللي تيحل المجرى؟ ما كاينش اللي تيحل المجرى صاد، تمشي تخدم انا كنموت تمشي تخدم وانا والدي عايش تمشي تخدم انا باغي نعاون تمشي تخدم، سير تخدم وغتخلص، الكون ما تيظلم حتى واحد،
ماشي يسير بك انت على حقيتاش انت كتموت، بالعكس غادي يعطلك انت لانك انت كتموت ما تكونش عندك واحد الكفاءه في الخدمه مجهده. لان ملي كنكون جوج واحد جاي خدام داير بحال هكا هو تخيل معايا هاد الشوج هذا واحد جاي. السلام عليكم سيدي، لاباس خاصك شي حاجه سيدي؟ عندنا هاد الباكاج الاولاني سيدي هو دار 1200 درهم، وعندنا هاد الباكاج هادي ماشي هادي هي الكفاءه ديال انا كنموت. وكاين المضافكر الاخر اللي كتقول عليه صدقات ليه هو اللي سلام سيدي صافا بخير مرحبا تفضلك ما خاصك شي حاجه خصك قهوه شي حاجه فهمتي اوكي نجيب لك على الاقل نجيب لك قرعه الماء تفضل شراه دار مع الكونتاكت كذا. عندنا الباكيج الاول ب 1200، وعندنا الباكيج الثاني ب 1500، وعندنا الباكيج الثالث ب 2700، وعندنا واحد لوفر حسن من هادشي كامل شي خلصتي شهرين كنعطيك الشهر الثالث فابور، وعندنا لوفر اللي حسن من هادشي كامل خلص 5 شهور نعطيك 5 شهور فابور. وهذا راه هو اللي كياخذوا من عندنا بزاف الناس الصراحه فهمتي، وتيدوي معاه وتيقول ليه لا انا هذا جاني غالي تقول ليه ماشي مشكل ندير لك 20% ديسكاونت كذا. انت وصال معاه في الهضره ما عرفت فين وصلوا انت باقي في هذيك. وعندنا الباكيج الثالث 2700 درهم، وعندنا اصلا بحال صورك تباين فهمتي نسب ولكن فهمتي حالتك اصلا ما 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 حالتك ما 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 تتخليش الناس لا تبيع ولا تشارى معك اصلا ولا تدير معك حتى حاجه. تقول لي لا راني مخبع من ورا الانترنت، لا كاين واحد الاحساس كيوصل من الجهه الاخرى، كاين واحد المضافكر كتب ايميل بطريقه وكاين واحد المضافكر كتب ايميل لانه يبغى يديرو باش يربح فهمتي. كاين جوج الناس كيكتبوا ايميل وكاين فرق كبير ما بين هذا وهذا. كاين ايميل اللي كتبوا واحد تيفكر تقول صاب هاكا هو مع راسو والعقل داكشي اللي كتقول تيزيد يعطي صاد دابا بغينا نخدموا فكر ليا فشي ايميل فكر ليا فشي حاجه اللي غادي نديروها غادي نطلعوا الكونفرشن. عندي داك التستيمونيال ديال دوك السيدات جوج سيمانات هادي غادي نستعملهم. زيدني شي حاجه اخرى انا عارفك الجن زيدني شي حاجه اخرى وي غادي نديروا في الهايد لاين هادي باش نخليو يتحل يحلو بزاف الناس اللي يستعملوا هادي. اجي نشوف العشرة ديال لي زيميل الاخرين اللي صيفطنا شكون هو اللي فيهم تحل بزاف ونبازي على داك الايميل اللي تحل بزاف نبازي على كيفاش غادي نقاد العنوان ديال الايميل الجديد. هذا كوا تيفكر السيد اللي تيحارب وكوا تيفكر المضافكر اللي تيقول لك هاد الهضره ديال انا كنموت وكنعاني وباغي نعاون والديا. دابا خصني نسكت شي ايميل نصيفط كتب اي زباله كتبها المهم راني تسمى درتها صيفطي ورا الفرقه الصوت كبير الفرق كبير الفرق كبير ما بين ايميل وايميل. غنوريك ايميل تكتبوه الخوت ما تيجيب حتى سيل وحده وايميل كنكتبوه تنجيبو 10% السيل الا قراتو 1000 الناس 100 شراو فهمتي. المهم ندوزو الاخوان هاد الهضره هادي راه فهمتي مطبقه على اي حاجه. وحاول يوميا ما تبقاش تستعمل شي حاجه اللي ما فايداتش. اي فكره تجيك في الراس قول واش هادي نافعاني ما نافعانيش لوحه دوز لشي حاجه اخرى خليني نمشي نكمل داكشي اللي خدام فهمتي. ما تبقاش تضيع الانرجي ديالك في شي حاجه اللي ما فايدك في والو. انا كنموت وانا ومن بعد ما تفايدكش هاد الهضره هادي كتزيد كتقتل راسك اصاحبي كتزيد كتقتل راسك. راه ما هاد الهضره هادي راه كون كانت هادي تنفع راه مثلا علاش تفاديت الافكار السلبيه. شحال من واحد تيقول لي لا خاص تفكر منطقي او كنفكر معاك منطقي زيد اي صاحبي دابا الدوله كتا دابا ماشي شي مواضيع خاوي شي جات مثلا مشات لي سميتو الفوسفات واش تفكر من وين في الفوسفات اصلا فهمتي. نمشي نتا في الخدمه الا بقيت ديو في هاد الهضره خاويه ماشي تقدر نوض غدا مع الصباح لان الانرجي ديالي غادي تمشي يا صاحبي. الا بقيت كندوي معاك كدا ودابا وكتايدي وكتايفعلو كدا انا ما داخلش انا في هاد الموضوع هذا ماشي نقول لك حتى رانا نتحاسبوا على الدوله ما داو انا ما ندخلش في هاد الشيء كامل ما ندخلش ليه من الاول غادي نمشي نتا في خدمتي لان راه غدا ما نقدرش نوض الا ضيعت الانرجي ديالي في شي هضره خاويه. غادي نبقى وغادي نزيدو في شي هضره خاويه ماشي بحال تزيدنا في شي هضره عامره ديال الصاط نديرو هادي كدا الصاط راه شي داك خونا راه نصاوب واحد الكامبين وخدم على واحد البرودوي ديال الشهر راه محركه واي اللي هنا دوله كدا خدام في استراليا با مزيان واخا حتى باقي انا كنفكر نسكيلي في استراليا صافي اوتوماتيك ملي غادي نمشي الناس غادي نوض الغد غادي نفكر نمشي نسكيلي في استراليا ولا ما فكرتش نديرها غدا نفكر نديرها السيمانه الجايه. عقلي بقى خدام في داك الاتجاه ديال نسكيلي هادو هما الهضرات باش عامر مع الدراري نسكيلي ندير نفعل كدا شي برودوي جديد طا ماشي الفوسفات الدوله العثماني
كذا صا فاك توعد فيهم ما غادي تبدل توعد فيهم يعني مثلا دويتي على العثماني مزيان ولا خايب ما غاديش تشونجي حتى حاجه انت كشخص ما غادي تسمح لك القضيه تشونجي حتى حاجه انت شخص وانا شخص عادي هذوك الناس راه خدامين دايرين الخدمه اللي عليهم دير الخدمه اللي عليهم الله يسر لهم الله يوفقهم اللي خدام مزيان راه خدام اللي ما خدامش مزيان منه لراسو انت سير تجا في راسك اصاحبي سير تجا في راسك الله يرضي عليك راه ما غادي غادي تضيع الشيت ديالك اصاحبي فشي حاجه اللي ما عادش تقدر تغدا تمشي تخدم فهمتي الدراري هاكا كان طال لي حتى واحد الوقيته فهمتي كتلقاني كنناقش اي موضوع اي موضوع اكبر شخص سلبي في واحد المرحله في حياتي اكبر شخص سلبي حكومه بنكيران كذا هذاك كذا رئيس الجامعه شفار هذا رئيس الجامعه صاحبي دوزو ليك الميزانيه ديال التنميه البشريه تشكى عليها هذا رئيس الجامعه راكب الاي ام جي الاي ام جي ما درت ما انايا لي اونتربرونور خدام من راسو كندخل الملاي وقال لك ما درت الاي ام جي جا هو مو ما قاريش ما دايرش ما فاجا ديال هضره اللي كنت كندوى في الوقيته لا رئيس الجامعه صايق الاي ام جي سيما بربي لا سيما بربي لا سابش اصاحب الشارع هاد الهضره هادي ما فايداناش اصاحبي هاد الهضره هادي هضره خاوي بغيت نزيد عليك هاد الهضره هادي هضره خاوي ماشي نزيدو بها لقدام انت في حياتك ماشي تزيد لقدام هاد الشداده غادي يمشي غادي يمشي هاد الشداده غادي يمشي وبدل نمشيو انفيستيو في شي حاجه اخرى اللي تجيب النفع ما يبقاش عندنا الجد الغدلا هاد النوضه غادي نجيو عاوتاني نفس الهضره لان باقي انت مع نفس المدافاكرز اللي متفقين على هاد الهضره فهمتي اللي غدا مثلا الدراري صحابك اللي كتجلس كتناقش معاهم هذا غدا تنزل عليهم الهدايه من السماء غادي تمشي غادي تلاقى معاهم يقولوا لك صات نسان صات الهضره جي ندوف شويه في البيزنس لا راه ما دافاكرز انا تعرفهم مزيان فهمتي غتعاود عاوتاني يقول لك اجيب لك شي خبار باقا نحيح اجي شفتي اخونا داك خونا اللي شعل اليوم العافيه في راسه اه صاحبي راه حتى راه بنادم راه ماشي غير يشعل العافيه في راسه صاحبي في هاد البلاد هادي ترى بنادم صاحبي راه خاص يباش ما يصبح هادشي تصاحب هاد الهضره هادي ما تقدريش دير والو غدا عاوتاني بعد غدا وعاوتاني العام الجاي وعاوتاني بعد عامين المضافكرز اللي كانوا كيخدموا افونساو في حياتهم بعد عامين وانت غادي تجي عاوتاني تجي تلقى معاهم غادي تلاقى المشكله غادي تلاقى مع دوك خوتنا وتخيل من هنا 10 سنين شنو غادي يطرى تلقى مع المضافكرز اللي كانوا خدامين طلعوا وانت باقي جالس انت هو انت غتقول لهم الصاد هذاك خونا صاحبي راه كنت جالس مع حرتوكا صاحبي ما كيعرف اللي في من الزرواطه سولني عليه انا راه ولد دواري زيكا صاحبي وغادي تبقى مكمله يقول لك صاحبي واش صاحبي راه كيدوز زعما بحال شي واحد فاهم صاحبي وكدا هو راه نسمو ماضي نسى راه ولد دواري زيك ومن بعد فهمت هذاك صاحبي واش هذاك الفنان صاحبي هذاك راه